حدثني أعقل المجانين عن المتنورين. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون، حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لما وصل حالنا لما هو عليه الآن. في حلقة اليوم لدينا أكثر إنسان مثير للجدل في حكاية تؤسس لأكثر حركة مسؤولة عما نحن فيه. في حلقة اليوم لدينا كلام خطير وتفسيرات لما يجري من حولنا بناء على حكاية لن يصدقها أغلبكم، لكن وجب طرحها في هذه الحلقة كوننا وصلنا إليها. ونبدأ بإنسان يدعى جوهان آدم فايسهاوبت. هذا الرجل هو عبارة عن مفكر ألماني توفى والده وهو في الصغر والتحق بالكنيسة وتربى بها، وتربى على يد جماعة كنسية تدعى باليسوعيين The Jesuits. بقي فيها لفترة طويلة من عمره وتربى ودرس اللاهوت ودرس العلوم وأصبح إنسانا فذا وذكيا، لكن خلال دراسته وبقائه بين اليسوعيين قرر التغيير، فوجد أن النظام الموجود الآن نظام خاطئ، نظام لا يحقق العدل والمساواة، نظام غارق في الظلمات، وهو يريد أن يبحث عن النور. فأتت لباله فكرة بسيطة وهي تغيير كل هذا الأمر، وضع نظام جديد لهذا العالم. أتى جوهان آدم فايسهاوبت بأفكار جديدة ستؤدي إلى هز أركان هذا العالم الذي نحن فيه. وقد كان حلم يوهان آدم فايسهاوبت هو نظام عالمي جديد يخرج الناس من الظلمات إلى النور، نظام عالمي جديد مما يعني تدمير المسيحية وتدمير الديانات الأخرى وإزالة جميع الحكومات، بينما النظام الجديد سيجلب الحرية والمساواة لجميع البشر، سيستبدلون الدين بالإلحاد ليصنعوا جنتهم على الأرض ويحكموها. طبعا هذا الأمر أدى إلى انشقاقه عن اليسوعيين لتأسيس جماعة أخرى، لكن هذا الرجل عرف أن هناك جماعة سرية تدعى بالماسونية فانضم إلى تلك الماسونية ورأى ما فيها، ولم يعجبه سلوك الماسونية في ذلك الوقت، فقرر أن ينشئ مجموعة خاصة به تدعى المتنورين The Illuminati. وهذه الجماعة اشتملت على 6 من المقربين وكان هو السابع، فقاموا بوضع أساسياتهم. وكما قلنا دائما الجماعات السرية تقوم على معلومات خاصة، أي أن يوهان آدم فايسهاوبت وأصدقائه يعرفون الحقيقة، يعرفون كل الحقيقة خلف الدين وخلف العلم، لكنهم يريدون استخدام كل ذلك لتدمير العلم ولتغيير النظام العالمي ليضعوا نظاما آخر هم يكونون حكامه في الخفاء. فصنع الإلوميناتي وانشق عن الماسونية بسبب الاختلاف، فقد وصل أعضاء الإلوميناتي لما يقارب 6000 عضو بعد فترة من انشقاقه عن الماسونية، فقد كان هناك هدف أخطر من هدف الماسونية بشكل كامل، لكن لديهم بعض المبادئ الموجودة. فعندما ازداد عدد التابعين للإلوميناتي ظهروا بمراحل ودرجات كالماسونية وصلت إلى 13 درجة. يمكنك اجتياز المراحل الثلاثة الأولى بشق الأنفس، لكن بقية المراحل لا يوجد أي معيار للانتقال إليها والحصول عليها صعب جدا لدرجة لا تتوقعها. إن قوة هذه المنظمة تكمن في السرية، فلا يجب على هذه المنظمة أن تخرج للعلن بتاتا تحت أي مسمى، لذلك تنشق عن هذه التسمية إلوميناتي جماعات لمهام أخرى ومسميات أخرى. وننوه هنا أنه لا يوجد أي معيار دينيا أو أخلاقيا للإلوميناتي أبدا، فهم قادرون على القيام بأي شيء يريدونه فقط للوصول إلى هدفهم، وهو وضع عالم جديد ينتشر فيه الإلحاد وتكون جنة للجميع دون أي تمييز أو عنصرية دينية أو أخلاقية أو أي مبدأ آخر. يرجح الكثير من الباحثين أن المتنورون كانوا فقط جزءا من منظمة سرية أخطر من ذلك، ولكنهم انشقوا عنها واستمروا لعقد من الزمن. لكن هيهات، فكرة العقد من الزمن الذي انتهت من بعده الإلوميناتي كانت فكرة خادعة، فالإلوميناتي فكرة تعود من جديد في كل مرة وتظهر تحت أسماء مختلفة، منها The Assassins, The Cathars and The Templars. فلدينا حراس معبد
ولدينا الكاثرز وهي ليست لديها ترجمة باللغة الإنجليزية، ولدينا أيضا أساسنز الحشاشون. أجل، هذه الجماعات هي جماعات للإلوميناتي المتنورون، حيث كل فرقة منهم تهتم بشيء معين بينما تحكم الإلوميناتي من الخفاء. لكن من أين حصل وايت هاوت على هذا المبدأ؟ نقول أنه تربى بين اليسوعيين، لكن هذا ليس كافيا، فاليسوعيون رجال لله. لكن علينا أن نعرف أن يوهان آدم وايت هاوت درس القانون في الجامعة عن عمر 15، وهناك استنتج من دراسته للقانون أن صوت الحق لا يخبرك أن تكون رحيما، بل يخبرك ألا تبقي أي شهود. فقد نشأ صديقنا بين جماعة اليسوعيين، وهي جماعة سرية داخل الكنيسة الكاثوليكية، ليخرج منها إلى دراسة القانون والحقوق ويجمع اليسوعية مع هذا المبدأ ويقرر تدمير الجميع. فورأى الجماعات السرية ورأى أنها ليست بالمستوى الذي يريده، ورأى القانون والدين وعرف أنها ليست بالمستوى الذي يريده، فحقد على الطرفين وأراد أن يتخلص منهما ليظهر بفكرة جديدة، تدمير كل شيء ونشر الإلحاد لوضع مملكة واحدة، جنة عدن، ويحكمها هو ويحكمها المتنورون والإلوميناتي الذين يسيطرون على هذا العالم في الخفاء دون أن يعرف عنهم أحد شيئا. أخذ طبعا وايس هاوت بعض مبادئ اليسوعية، وهي المبادئ اللا أخلاقية، فكل شيء مباح، لأن اليسوعية كانت مهمتهم تتلخص في التآمر السياسي والاغتيالات. ومن بعدها الإلوميناتي وجدوا أن التآمر السياسي والاغتيالات هي طريقة ناجحة للوصول إلى الكثير من أهدافهم، لذلك ظهرت جماعة الحشاشين الساسنز على يد الإلوميناتي للقيام بتنفيذ المهمات الخطيرة كهذه. طبعا لم ينسوا مهمتهم للوصول إلى الحكم والسيطرة والملك، فقد وصلوا إلى قادة هذا العالم بعد فترة ليتمكنوا من السيطرة على هذه الدول، خاصة أنهم يعرفون أن الماسونية تسعى إلى ضم البشر المؤثرين والصانعين في البلدان، فحاولت الإلوميناتي أن تصل إلى أكثر الناس المؤثرين والصانعين وأصحاب السلطة في الدول المختلفة، بدءا بدول أوروبا بشكل عام والدول المحيطة شيئا فشيئا. حسب ما كتب يوهان آدم وفايس هاوت، أن أفضل طريقة للتحكم بالناس هي لغز مخفي، أي أنك تضع لغزا للناس وتحيط نفسك بالألغاز، فبالتالي سينقاد الناس خلفها ويبحثون خلفها. فكانت الإلوميناتي لغزا حقيقيا أمام البشر، مما دفع الكثير من الناس للإعجاب بهذه الجماعة، بل والمحاولة الانضمام إليها، وهم لا يقدرون حتى على الالتقاء بفرد منهم. فحتى الماسونية تكره الإلوميناتي ويرونهم جماعة مشقة عنهم وتحاربهم بنفس الوقت. بمقارنة بالإلوميناتي، يبدو أن الماسونيين كانوا فعلا طيبين ويريدون البناء والإعمار وجمع العقول الذكية من باب الانتخاب الطبيعي للعقول البشرية، لكن الحقيقة وصلت إلى أن هذا الانتخاب الطبيعي للعقول البشرية أهمل حقيقة أن هناك خيرا وشرا في هذا العالم، أو حاولت الماسونية محاربة الخير والشر كفكرة ووضع نظام جديد تذوب فيه هذه الفروقات، لكن ظهرت لهم الإلوميناتي كبؤرة فساد جمعت كل الأشرار الذين في قلوبهم شائبة تجاه هذا العالم ويرون أنفسهم العرق الأسمى. وهنا نعود إلى فكرة العنصرية والعلم والمعرفة، أنا أعرف ما لا تعرفه أنت، لذلك سأتحكم بك، لكن سأضع لك ألغازا حول هذا العالم وألغازا عني، فأنت لن تعرفني ولن تعرف اسمي ولن تعرف الجماعات التي أتحكم بها، ولا تعرف أن الملوك والرؤساء هم أفراد منا، نحن من نتحكم بهم. فبالتالي أراد أن يتحكم بالناس تحت غطاء يبعد الإلوميناتي عن الواجهة، فكان هذا الغطاء هو الماسونية. فقامت الإلوميناتي بفعل أفعالها وإلصاق الأمر بالماسونية لحد كبير، لذلك تضررت الماسونية كسمعة وأفكار، فقط لأن أغلب أفراد المتنورون كانوا ماسونيين في بادئ الأمر، ثم انتقلوا إلى المتنورين لأنهم وجدوا أن هناك أهدافا أقوى للسيطرة والحكم وتغيير نظام هذا العالم بأمر يتناسب مع أهوائهم. فالماسونية لا تتدخل في نظام العالمي، لكنها تضع طبقة من الحرفيين والاحترافيين في جميع المجالات لكي يتعاملوا مع بعضهم بعيدا عن غباء هذا الشعب. لكن الإلوميناتي قالت أنني سأبيد هذه
الفكرة تماما، وأضع بدالها فكرة أنا أتحكم في هذا الشعب لأنكم أغبياء وتستحقون ذلك. أما نحن فلأننا وصلنا إلى العلم ووصلنا إلى الإله ووصلنا إلى أفكارنا سنقوم بحكم هذا العالم، ولأننا نحن من نستحق ذلك وقمنا باستخدام عقولنا والتفكير. لذلك ستلوم أنت جماعات كالحشاشين وكاثرز وتمبلرز وحراس المعبد، لكنك لن تلوم الإلوميناتي لأنك لن تجد شيئا عليهم. وقد يكون اكتشاف اسم الإلوميناتي خطة للإلوميناتي بنفسهم، فقد ألصقوها بالماسونية، وبالتالي تكره الماسونية الإلوميناتي، لكن الماسونية لن تكشف عن أسرارها. فبالتالي قام بعض المتنورين بكشف بعض الأسرار عن الماسونية وكشف اسم المتنورين ليلصقوها أنها مؤامرة من الماسونية بنفسها على هذا العالم، وقد ألصقوها بالإلوميناتي. فيبقى الإلوميناتي إلى الآن مجهولين حتى للماسونية، وتبقى الماسونية تتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى مقابل نجاة الإلوميناتي من الكشف عنهم. فقد يتم الكشف عن أسماء الماسونية وأفرادها فهم لا يخشون ذلك، ولدينا حكام عرب ولدينا علماء وفلاسفة وموسيقيين من الماسونية لم يؤذوا العالم إلى الآن، لكن المتنورين أخذوا الماسونية كغطاء، فيقول أحدهم أنه ماسون لكن في نفس الوقت هو إلوميناتي متنور، والمتنورون هم أخطر الناس على هذا الأرض. أحب أن أنوه أن الماسونيين ليس لهم علاقة لا بالصهيونية لأنهم أخطر من ذلك حتى، فكان المغتصب ما هو إلا بيدق على رقعة الشطرنج الخاصة بهم، وهذا مما يدعو الأمر أخطر. فإن ذهب الكيان سيضعون كيانا آخر في مكان آخر ليستمر التلاعب في هذا العالم وتستمر سطوتهم على هذا العالم. فلا أستغرب إن كانت عائلة روتشيلد بكل ما فيها ما هي جزء بسيط من الإلوميناتي. خطوة تفوقت فيها الإلوميناتي على الماسونية، وهي اهتمام يوهان آدم فايسهاوبت بالمكتبات، فأمر الإلوميناتي باقتحام هذه المكتبات والمطبوعات للتلاعب بالناس بطريقتهم وكتابة ما يريدونه. فكانت هذه نقطة فازت فيها الإلوميناتي على فريميسونز بأنهم قاموا بكتابة ما يريدونه في كتاباتهم. وأيضا كانت هناك جملة كتبها يوهان وايسهاوبت في يومياته قبل أن يموت تقول: إن كتب أحدهم شيئا لا نرتضيه وجب علينا ضمه لنا، وإن لم نتمكن من ذلك علينا أن ننتقده ونحطمه. أي أنهم يعملون على المطبوعات والمنشورات والكتب، وإن كتب أحدهم شيئا سريا أو علما لا يريدون منه أن يخرج ذهبوا إلى ذاك الإنسان ليحاولوا ضمه إليهم كإلوميناتي، وبالتالي سيكتب ما يريدونه، أو يحاولون تدميره بأي طريقة شاءت كانت. وسيتطور الأمر مع مرور الزمن إلى أمرين مهمين: ضمك إلى ناحيتنا إن كنت إنسانا مميزا وعلى مستوى أعلى من غيرك، أو التخلص منك بعد تدمير سمعتك وتدمير أعمالك. وجميعنا الآن مع قولي لهذه الجملة تذكر الكثير من الأمثلة عن أناس مشهورين في مختلف المجالات قد حصل معهم شيء مثل هذا. النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة جدا تفوقت فيها الإلوميناتي على الماسونية لأنهم أكثر شرا، وهي النساء. فلم ترفض الإلوميناتي انضمام النساء إليهم بل واستخدام النساء حول هذا العالم. فنرى من ذلك جملة كتبها يوهان آدم فايسهاوبت في كتابه الذي درسناه لنعرف مبادئ الإلوميناتي منها، ذكر أنه لا وسيلة أنجح من المرأة للسيطرة على الرجل. لذلك علينا أن نمد المرأة بأفكار عن التحرير، وبالتالي ستعمل المرأة لصالحنا بحماس. انظر إلى هذه الفكرة، نمد المرأة بأفكار عن التحرير والعمل والفيمينيزم، حركات النسوية وما إلى ذلك، وحقوق المرأة وحريات المرأة، لتعمل المرأة بكل قوة وشغف لدينا نحن. ومن سيتحكم بالرجل؟ المرأة، وهي أكثر قوة ناجحة للتحكم به. وهذا يعيدني إلى قول الرسول عندما قال أن أكبر فتنة تركها لنا هي النساء. فانظر إلى هذه الفتنة، وهي أقوى فتنة في العالم، ما الذي يجري بها وما الذي يفعل بها الآن، وانظر إلى حال النساء من حولك وستعرف ما جرى. خلال استعراضنا لهذه النقاط الأساسية لمؤسس الماسونية هذا الرجل يوهان آدم فايسهاوبت،
وجدنا البذور الأساسية لما يجري في عالمنا هذا من جماعات سرية. ولماذا الإلوميناتي هي أكثر جماعة خطيرة منهم؟ فالإلوميناتي لا وازع دينيا أو أخلاقيا بالنسبة إليهم، يسعون إلى نشر الإلحاد بين الناس، كونهم يعتقدون بأنهم سينشرون الخير ليصنعوا مملكتهم اللادينية التي يتساوى فيها الجميع. في نفس الوقت يستخدمون النساء للتحكم بالرجال، ويقومون بإظهار جماعات مختلفة من فترة إلى أخرى ليقوموا بأعمال شغب غير أخلاقية. والكثير منا تذكر الجماعات المشهورة التي تخرج من عصر إلى عصر لتتسبب بالإرهاب، لكن من الذي يقف وراء تمويل كل ذلك؟ ها قد أصبحت الإجابة لديكم. أي أننا الآن في حلقة اليوم تحدثنا عن أصل كل الشرور التي ظهرت في العصر الحديث. فلا يوجد شيء يدعى صدفة، ولا يوجد شيء إلا وقد تم التخطيط إليه بخطط مئوية كما أسلفنا في حلقات سابقة. وقد وجدنا بذرة الشرور الخاصة بالعلم. وحكاية الإلوميناتي هي حكاية عجيبة، لأنك ترى أن الإلوميناتي يجمعون بين الدين والعلم، لكن هدفهم هو محو هذا الدين. ومنها نشأ الصراع بين ما يدعى بالعلم والدين الذي شغل الناس في هذا الوقت. فهناك من يستخدم العلم لاقتيادك، فإن كنت إنسانا تفكر وتدرس ولديك ما يكفي من العلم والإيمان فسيصعب التحكم بك، لكننا نريد أن نتحكم بك من الخفاء دون أن تعلم. فأول شيء سأقوم بفعله هو تدمير المعيار الأخلاقي الوحيد في حياتك وهو الدين، وإعطاؤك المرأة لتتحكم بك والعالم. والتاريخ مليون بحكايات تصرفت فيها النساء وتحكمت فيها النساء بالرجال وجلبت الخراب والدمار على هذا الملك أو تلك الشخصية المشهورة أو ذلك الفنان. كانت هذه حكايتنا لليوم، ولا نستطيع الاستمرار أكثر من ذلك لأن بقية المعلومات ستكون أخطر. دمتم أنتم وأصدقاؤكم وأحبائكم بخير وسلامة. يا جن العقلاء.